ميساء مغربي تقتحم عالم التأليف من خلال مسلسلها الجديد قلبي معي، اللي اختارت أن تتناول فيه كواليس مجال الإعلام، وهو العمل اللي يضم عدد كبير من النجوم العرب. كاميرا عربود اخترقت كواليس التصوير ونقلت لقاءاتها مع أبطال العمل. مع وجود المدرب اللي وصلت عليه نجمة ميساء مغربي، ساعدنا كثير في كيفية أن نوقف قدام الكاميرا. ممكن أنا مشاهدي أكثرية مع ديما الجندي، حتى لما نكون في التصوير نفسه ممكن أنت تهمس لي في إذني تخبرني شو لازم أنا أسوي. ديما ساعدت الإعلاميين، حكت لنا عن دورها لنهايته. هي بتعيش قصة حب مع سلطان، سلطان بيكون اوريدي هو زميلهم بالمحطة، وبتصير في مطبات كثير بهي العلاقة بيناتهم هن الاثنين، وبالاخير بتنتهي بزواج. واخبرها حاليا عم صور بمسلسل اسمه اخر محل ورد، اخراج الاستاذ ماهر صليبي. ابراهيم الزجالي دوره مدير المحطة التلفزيونية، وعشان كده شرح لنا اكثر. المشاهد يتفرج على البرنامج، ولكن كيف يخلق هذا البرنامج؟ ما في عمل سابق أنه سبر أغوار هذه المهنة. يعني نتمنى أن العمل بشكل عام يكون بصورة لائقة وبصورة جميلة يرضى عليه الناس. لماذا وافق الإعلامي نور الدين اليوسف على هذا العمل بالتحديد بعد عدة عروض سابقة؟ دور هذا قريب من شخصيتي على الطبيعة، اللي هو دور مراسل تلفزيوني وأنا إعلامي في نفس الوقت. تنشأ بيني وبين ميثا بيننا علاقة حب تصير وتتكلل، خلينا نقول بالخطبة أو بالزواج، ما بقول، خلي المتابعين يعرفون أكثر. هي شخصية رومانسية كثير، بس في نفس الوقت عملية في ما يخصها. ميساء مغربي بعد ما اختصرت لنا دورها سألنا عن حكاية انتمائها للمغرب. انتمائي واضح وشايلة فوق راسي واسمي ميساء مغربي، كافي. ما حروح، مو أنا اللي حتضرر، غيري حيتضرر، وأنا مرتبطة معاهم فما أقدر. يعني هل بتعيشي قصة حب؟ أكيد مع زوجي ومبسوطة معاه، والله يخلي لي والله لا يحرمنا من بعض. أما عن أخبارها السينمائية؟ أي في مشروع فيلم سينما راح يكون أول فيلم روائي طويل من إخراجي، وراح أكون فيه مخرجة فقط، ما راح أكون ممثلة. تابعوا كل أخباري وجديدي على عربود ميساء مغربي.